بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا لموقعنا نادور سيتي على تتبعه الدائم للتطورات ومستجدات القطاع الرياضي ومستجدات هلال نادور لكرة القدم على وجه الخصوص. تسلم فريق هلال نادور مؤخرا مجموعة من المعدات الرياضية كدعم ومساهمة من طرف الفاعل الرياضي والسياسي الأستاذ ياسير التيزيتي، وهذه مناسبة لشكر السيد ياسير التيزيتي على دعمه الدائم لفريق هلال نادور ولمختلف الفرق الرياضية بالمنطقة. فياسير التيزيتي دائما لا يبخل على فريق هلال نادور بدعمه اللوجستيكي والمادي، فهذه اعتبرها مناسبة وفرصة لدعوة باقي الفاعلين، باقي المؤسسات، باقي محبي فريق هلال نادور، دعوتهم إلى دعم الفريق ودعم هذا المكتب المسير الشاب. ساعات قليلة تفصلنا على الانطلاقة الرسمية لبطولة الموسم الرياضي الجديد، ومصاريف هلال نادور تجاوزت مبلغ 250 ألف درهم، أزيد من 25 مليون سنتيم. 90% من هذا المبلغ تحمله أعضاء المكتب المسير من مالهم الخاص دون نسيان مساهمة بعض الفعاليات، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسة المجلس الإقليمي الذي أغتنم هذه الفرصة لشكر السيد رئيس المجلس الإقليمي على دعمه أيضا لفريق هلال نادور. كما قلت سابقا أعتبرها فرصة لدعوة كل المؤسسات المالية والاقتصادية والمنتخبة إلى المساهمة في دعم فريق هلال نادور ودعم مشروع إعادة هيكلة فريق هلال نادور. كما أوجه ندائي أيضا للرؤساء السابقون للفريق والذين تحملوا سابقا مسؤولية رئاسة فريق هلال نادور، أوجه ندائي لهم من أجل التحرك لدعم الفريق. كما أدعو أيضا مختلف الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال الذين يستفيدون من خيرات هذه المدينة ومن خيرات هذا الإقليم إلى التحرك عاجلا لدعم فريق هلال نادور من أجل أن يساهم الجميع، أن تساهم مختلف مكونات هذه المدينة في تحقيق مبتغى الجماهير الهلالية العريضة ومبتغى ساكنة الإقليم. المكتب المسير قام بتوفير جميع الظروف للاعبين من أجل الاستعداد الجيد للبطولة، كما أبرم تعاقدات وازنة مع اللاعبين. لذلك المكتب المسير لحد الآن قام بكل ما هو مطلوب لانطلاقة قوية في الموسم الرياضي الجديد. لذلك الآن الكرة في مرمى المؤسسات المنتخبة، في مرمى المؤسسات الاقتصادية والمالية، في مرمى رجال الأعمال، في مرمى مختلف الفاعلين والمسيرين ومحبي فريق هلال نادور، من أجل أن ننخرط جميعا في العمل على استعادة الأمجاد التليدة للفريق الأول للإقليم وللمنطقة. شكرا جزيلا مرة أخرى لموقعنا نادور سيتي وأيضا للجماهير الهلالية العريضة. أتمنى صادقا أن تكون
الانطلاقة قوية لفريق الناظور ابتداء من لقاء يوم الأحد أمام فريق اتحاد بن بوعياش بمدينة بن بوعياش. شكرا للجميع.